الله نور السماوات والأرض الله خالق كل شيء الله نور على نور الله أحسن الخالقين الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ما لكم لا ترجون لله وقارا لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا